فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يسوسون أممهم ويحكمون فيهم ويقضون بينهم بالعدل ويقودون الأمة في السلم وفي الحرب ويقومون على رعاية مصالح الخلق، فهم عليهم الصلاة والسلام فهم أنبياء وحكام وقضاة وقادة معارك ومعلمون ومربون، وإنه لحمل عظيم لا يطيقه أحد غيرهم. وظيفة الرسل عليهم السلام، أرسل الله سبحانه وتعالى المرسلين لحكم وغايات جليلة، فمن ذلك أولاً الدعوة إلى عبادة الله سبحانه واجتناب الكفر والطاغوت، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد هو أجل ما تدعو إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثانياً إقامة الحجة على العباد، كما قال سبحانه: رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. الأمر الثالث تبليغ شريعة الله للناس، كما قال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الأمر الرابع من وظائف الرسل البشارة والنذارة، كما قال سبحانه: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال سبحانه: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. خامسا إصلاح النفوس وتزكيتها وتهذيب أخلاقها، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله تعالى: ويزكيهم، أي يطهرهم من الرذائل والنقائص، فترتقي نفوسهم إلى محل يؤمن فيه أن ترتد على أدبارها. سادسا من وظائف الرسل سياسة الأمة، كما قال سبحانه: يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة فاحكم بين الناس بالحق. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: فاحكم بينهم بالقسط. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. الحديث متفق عليه. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يسوسون أممهم ويحكمون فيهم ويقضون بينهم بالعدل ويقودون الأمة في السلم وفي الحرب ويقومون على رعاية مصالح الخلق، فهم عليهم الصلاة والسلام فهم أنبياء وحكام وقضاة وقادة معارك ومعلمون ومربون، وإنه لحمل عظيم لا يطيقه أحد غيرهم، وهو في نفسه من دلائل نبوتهم عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم.